وبعد مرور 5 سنوات سلام سيدي. سلم، شنو حوالك؟ ان شاء الله لاباس. خواتك يسلموا عليك برشا وياسر مستحشينك. حتى ما استحشت البارح تلمينا جماعة الكل وناقصك انت. عملنا عيد ميلاد سارة بنت اختك فاطمة. الدنيا كيفاش تجري؟ تو سارة عمرها 5 سنين وعاملة في أمها، فين تجيبها للدار ما عادش تحب تروح، تقول لها بنقعد بحث خالي صالح حتى نستنس ديها. بنت أختي عمرها 5 سنين ما تعرفنيش. تعرفك، حكيت لها عليك وريتها تصويرتك الكبيرة دي. قلت هذاك خالك حسين يعيش في فرنسا قريب يروح. سيدي هاي جاتني كراسي يا جمع شيء وان شاء الله نخرج. هاي الحمد لله عليك، هاو بدا يظهر الفرج. خمس سنين ده من عمري. ما ضاع شيء، إن شاء الله صفحة تطويت. شوف يا حسين، الناس كل تغلط في الدنيا هذه، والكمال لله. نعرف اللي ولاد الحرام ياسر يأثروا على الناس الضعف. على كل حال اللي صار صار. الواحد ينسى وينسى اللي فات ويفكر في المستقبل. هاي خليني نمشي للجميع نبشرهم. سيدي شنو حوال خويا رشيد؟ لاباس، يجي يطلع علينا ساعة ساعة. هاو راهي ظلمت الكل. قالوا ولا مدير روتيني. إن شاء الله ربي يهديه. ويهديكم الكل. الله غالب. ما عندك متوسط. سلم لي على خواتي الكل. سيدي سلم لي عليهم. يا فاطمة يعطيك عصيدة فجعتني بزقوق ولا بلاش.
تقولي كيفاش دخلت؟ والله انا سمعتك. وانتي قولي فيش كنت تخمم. انا دقيت دقيت تسمعني حد زيت الباب ودخلت. والله كنت سارحة يا فاطمة، وزيد الراديو ما سمعت شيء. برا برا هاتك الكرسي ويجي قعد عندي ما نحكي لك. فين يا كعبورة صار؟ في الروضة. إن شاء الله نهار السبت نجي أنا والهادي ونجيبوها. خويش سيدي هذوما؟ إيه. شنو أخبري؟ والله يا فاطمة قبل ما تدخل بشوية كنت نخمم فيه. موش راه كاميونة يخدم عليه؟ إيه. والله يغيظني يا فاطمة. يلزمنا ناخذوا له امراه قيد. شنو قيد؟ واكثر شويه زيد. اش قولك في كميل؟ يظهر لي مش بشلقة خير منها. هكا ولا لا؟ زيد بنية عاقلة ودافية وبنت عائلة. أنا الحق ما عندي ما نقول فيها. أما شنو؟ بربي شكون يعرف تقبل ولا لا؟ يزيني عيشك قطرة تقبل ولا لا؟ مش تلقى خير من سيدي هي وزيد الحلوفة تحبك. واو. وانت منين تعرف؟ انا ما يتخبى عليا شيء. كلمتها؟ ليه الحق انت ربي ليه. اما هكا مرة قاعدين رميت لها الكلام لقيتها شيرها علي. هو الحق سيدي باهي يستاهل كل خير. السلام عليكم. وعليكم السلام. أنا بسليح سي حوالك. أهلا لاباس؟ مبروك سيدي. بيت فردت الأمور الحمد لله الحمد لله. صحة نصطوك ربي كريم ورحمته واسعة. هذايا ما هو باي في التركة مع شوية اللي لميته ضحكت لي الدنيا. وانتي شنو أمورك؟ لاباس. ماني بطلت مع المقاول بربي. والله لميت طرف فلوس حبيت نعمل تاكسي قالوا لي مصروف أكثر منها وليت خذيت كات كات بشي. اش قولت؟ اي مبروك يا اخويا مبروك مبروك. اما توا باش تدور الدولاب عاد؟ هاني قاعد خم عاد شو الدولاب اللي ساعد. كل شيء يساعد. تنجم تعمل كل شيء. شوف تنجم تهز حمالات، تنجم تاخذ بالات من الفريب وتبيع، تنجم تمشي للفلاحه وتهبط شويه غله يا اخويا وتهبط للسوق وتتفرهد. خدم هذا وكل نكره. صليح هاو عندي فكره اخرى. فراشني تنجم تمشي للخارج وتجيب شويه دبش وتبزنس على رويحتك. لا سيدي ما نحبش نتبزنس. نعرف روحي نتعب وما نصور شيء. يا خويا ما تبزنسش انت. استنى عمالنا بالخارج خذ من عندهم هكا دبيشات ماك تعرف برشا ناس وشلوش على رويحتك. وبعد نقعد نتبع فيهم. مره يخلصوا مره ما يخلصوش. مره يقول يصبر علينا بعد العيد ولا بعد كل المكتب. هذا اذا ما قالوليش الشهريه ضاعت ولا جانا لوسي. فك عليهم بيعات مقطعه. يا خويا انت ما تخدمش في البلايص المزمره وين الناس المنكفه. ما وخدم مع الناس اللي عندها الفلوس الناس اللي تقربع. حتى انت قدك ثنيه محسوب عمري يستناو في صالح باش يجيب لهم الدبش من البر. تيوم عندهم الطياره كيما انا عندي الكار. بربي خليني ساكت. يخدم مع اولادهم يا ولدي. يخدم مع اولادهم. جيب لهم الحوايج السيني. جيب لهم شويه سبدريات شويه مراول لاكوست نايك. تنجم تجيب لهم حتى المرايات الكاريرا مثلا. تنجم تجيب لهم الجينات لوفيس. تنجم تجيب المناقل سواتش مثلا كاريرا واتش. يا خي ما نفهمهمش.
شنو بربي سريح يا اخي، فيها علم اليد الدنيا هذه؟ تحب نقول لك انا شحب نعمل؟ ها؟ انا نحب نتاجر في السعي. لوح عليك يا رجل، ترسيلك تعدي حياتك في الجبال، لسخ ونسخ ونتونه. هي السراح هربت من الجبال وجات لتونس، وانت تحب ترجع غوابي؟ هالعذاب يا اخي، ها؟ وترسيلك من سوق لسوق، كان في الشتاء مغروق وكان في الصيف محروق. تونس يا اخي عز البلدان، الدفا والعيشه، قهيوه وشيشه، دوره وعكله، ضريبتين خفاف، كس تلقى روحك فوق السطح. انا نحب نهرب من تونس، انا نحب الجبال والوديان والغيب والاسواق العربي، ثم في نعمل كيف وتتفرهد اموري ونعيش في نعيم. قولك وخي، ربي يعينك وان شاء الله ربي يجيب لك القصر يعيشك. هاي خلينا نمشي بتو، اعمل قيوه بعدين. والله منش بربي، وراس بوص في المره الجايه ناخذ بعديك. هاي في الامان. بلاي سير شيل. شكون طالبه؟ قل مدام علي. في قواعد. سير شيل بلاي مدام علي هنا تسنى فيك. باهي. تفضل. قال لي علي ما شي حوالي. عايشك. مرحبا. مرحبا بك. هاي زادتنا البركه. شنو احوالك؟ كيما تشوف. انا قاعد تشوف اللي عمال يزيد نهار عمال تزيان وتصغار. شنو هي المسات؟ الخير يطري يرشي. تفضل علي اشرب حاجه في السنه. تفضل علي. ايش تحب تشرب؟ كوكتيل. سي جمال دو كوكتيل دو فلوي. تفضل. باهين كيف كنت؟ اوكي. يا مرحبا نورتنا. يا عايش كيفينك يا ولدي؟ شنو ملي دفنوه ما زاروها؟ عندك الحق تلوم، اما والله ما نسيتك، خاصة مزيتك ما نساش بكل. فما كتشوف غارق في الخدمة ومسؤولية، مسؤولية مدير. يا عاد شو تهم؟ صلى على النبي كيما نقولوها، في 5 سنين وليت مدير. شنو فرحانة؟ الحمد لله. أما لوتيل صغير وكيف اللي ضيق عليا، وأنا تعرفني عندي طموح ما أكبر، رغم اللي الراجل فرحان مولا الوتيل ومشي له امور، ونحب ندخل للسياحة من جد. القلب على القلب يا رشيد. كيفاش؟ انت تسمع بسلغولة؟ سلغول اللي عنده شين تاع الوتلة؟ هذاك هو. بيان سو. عنده مدير من المديرين بتاعه ما عادش متفاهم هو وياه. عاد يلوج على واحد يهنيه ويعرف السنة. كلمت عليك، قال لي جيبولي نحكي معه. هيك. ميرسي. ما نعرفش علاش انا بالضبط، فما برشا ناس يعرفوا الصنعه اكثر مني، ومعلميه قدم في الهوتيلري وفي التوريزم، علاش انا؟ انا خممت عليك على خاطر نعرفك، وفي الأمور هذه العلاقات الشخصية عندها أهمية أكثر من الخبرة. باقي ما فهمتش. أتو تفهم بعد. الشيء اللي نجم نقوله لك توا هو إنه ثم هكا شوية مشاكل عائلية بين سيرغول ومرته، ويلزمني واحد يكون متصفي ومتصفي سيرغول. دخلني انا في مشاكل عائليه متاع سيلغول ومرته.
سي الغول هو فعلا مدير الشان، اما مرته هي مولات المول. انت تفهم، قول انت النار قدحت بين سي الغول ومرته، وكل واحد يجبد في الخطأ ليه. كينك حاضر، تعطفهم التفاصيل من بعد. بون يا سيدي، احنا عندنا موعد مع سي الغول غدوه باش نتعشاو معاه. شكرا يا سيدي. يعطيك الصحة يا جميل. داكوغ. يا سي عمار قد اشتغل، اعطي صومك خويا. او نعطيك 60 على الراس. ايش فيه؟ ايش ريت تربح؟ باهي يا سيدي خويا 63. ما زلنا بعد على بعضنا. لا بقدرة ربي ما نبعدوش. تعرف كيفاش؟ ادفع 70 ومبروك عليك. يس. أنا أعطيك 65 وباقي معك. زيد دهدا روحك شوية. يزي يا راجل فيه البركة. سيدي مبروك عليك. مبروك. هيا. برا شوف واحد من الاولاد وطلعوا له اللي على ليش فوق الكاميرا. هاي هم يا عمار، هزوا زمرته هزم لها نبدلهم له. شنو يا عمار؟ من نهار الاول ولي نغشوا ببعضنا؟ ها اخويا، ما قلبت السلعه وشريت في قلب بعضك. ايش بيه؟ لا سيدي بدلهم لي. باهي يا سيدي، جيتنا اول مره وما ردوكش. اجي لهنا، اجي لهنا، تحرك اختي الولد. يا ولدي باش تشوف له جيب له زوز اخرين. يا عبد زوز زوز في غيرك في الولد اختار شعللك. باهي يا سيدي، حاضر نكملون.
نجيب مشيت تحضر لطيفة اليوم. تحب تخطبني لخوها؟ تحب تخطبني لخوها صالح؟ تي نجيب تسمع فيه ولا ليه؟ ها؟ شو قلت لي؟ نجيب كل ما تغطس بالكتاب ما عادش تخرج منه. قلت لك لطيفة تحب تخطبني لخوها صالح؟ صالح؟ صالح ناس مليح رجال ويهني يلا نقول لك من توا مبروك. مبروك على شنو؟ مبروك عليك انت. شنو مبروك علي انا؟ مو حتى تكلم نانا في الموضوع. نانا؟ والله ما تكلميش انت نانا. انا تحشم. تحشم تقولي وقتاش تروح من العرس هي؟ احسب لها نص الليل ماضي ساعه. تهنى هيل تهنى الليله نجبد لها على الموضوع وتاكد اللي نانا باش تكون فرحانه ياسر. يا بنتي من ناحيتك نحبك توا بسرعه تمشي تحضر لي قهوه بالكدا باش نجم نسهر ونستناها. هيا بسرعه. سي عمار حسابك صحيح كسرهم عليك ومرحبا بيك في كل وقت. طيب خاطرك بالسلامة. عسلامة رشيد. سيرول نقدم لك رشيد اللي كلمتك عليه. إلا جليلة. أحسن مدام. مرحبا. فات. عسلامة. سي رشيد تفضل. مرحبا بيك. عرفيك مغروم بالجولف سي الغول شوية. وانتي؟ ما عنديش امكانيات للجولف. والبريدج؟ عندي ما أقول في روحي شوية. سي الغول متوضع ياسر. تعرفي اللي هو بطل البريدج والجولف في تونس؟ وكيف كان صغير كان بطل السباحة زادة. يا حسرة يا علي أنا تو كبرت يا سي رشيد وما قعد لي كان الجولف. رجوع ربي.
مانيش مستعجل على الرجوع. هاتليك الأعمار بالأجال. وقت حربوشتك شربها. لا يعجل أجلك. كي عجل أجلي أفرح أنت. أنا عندي غيرك يا جليلة. يا أحلى زوجة في الدنيا. عالسلامة سي سالم. سالم اشنو هذا حالتك؟ مازلت نمشي. اش عملنا معك الكاميون؟ لاباس بربي عملنا تنظيف. الله يبارك سي سالم وكل مهني. بارك الله فيك. من غير مزيه. مبروك. اش تعمل هنا؟ وكيفاش طلعت؟ هربت. طلعت بالفيرما بالسرقة. وكيلتها هبطت على ليش في السوق. ناس خبيت. ومن بعد عاودت رجعت. لا حول ولا قوة الا بالله. تو هذه عاملة تعملها مبروك. وخلي اهلك وماليك وهارب. يا اخي هبلت ولا شبيك؟ لا ما عنديش بالي. عندي لا ام لا ابو. يتيم. وهذاك عبار هذاك راجل خالتي هذاك عم فيه شر الشعف. ملي انا صغير وانا نخدم فيه ليل مع نهار ويصوت فيا ومسكني في الكوري ومنوك كان الفضله. اعمل راسك يعيشك. نحب نقعد بحذاك. اش باش نقول لك يا مبروك؟ والله سكتني عالي. ما نجيبش نخليك يزيبني غدوه الصباح نروح بيك. يعيشك. خلنا نقعد بحذاك. راني نعرف مليح لا لا ليش. جربني وانت وتشوف. والله ما نجم. شيلني الله يشيلني. راني ما عادش نجم. راني تعذبت ياسر ذقت المرات. استغفر الله العظيم. تو هذا كلامه مبروك. شو هذا؟ عننا يعيشك. خليني نخدم معاك. نخدمك عبدك كلبك. ما ترجعنيش راجل خالتي برك. يا ودي مش معقول شو هذا؟ معمولك الربي. بس يا هي روح معي تو غدو الحي ربي يعمل لي ينصرك يعليه على من يعديه. يا رب يا ربي تصيح بيه رفيق وقت فيك وتخليني عم الراجل هذا يا رب. صالح هاي روح هاي. صباح الخير. صباح وتربح. نجيب
مش هذا حسنانة؟ سقية 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 مشيت كسبة زعيل طوّ خيتي ها؟ قاعد نستناو فيك أنا خليني أرفع خرب بعيد تعيد تعيد أي قول لنا عاد عجبكش العرس الليلة شنو هو عرس؟ شنو هو عرس يا نجيب نشرح العروسة خرجت الكل كشيم ما كان يكون فايدة يجعلوا عرس كل حبيب إن شاء الله هكا الركامين يصدر قدامي يقول لها يموتيش إن شاء الله يا نانا إن شاء الله أي والله إن شاء الله والله يا نانا كلمة عليها ملك وكلمة عليها شيطان كيفاش ترى؟ هاي نانا عندي خبر باش يفرحك ياسر يفرح قلبي ابشر يا نانا يبشرك بالخير يقول لي يفرحني كاميليا هاي جاو اليوم يخطبوا فيها شكون يخطبوا فيها؟ صالح خو لطيفة نعم نعم صالح خو لطيفة يخطبوا فيها في كاميليا بنتي هاك اللي مزال وكان يتبقى ها وفرحان جاي يتبشر فيا بنتي بالعزيز الغالي برا برا سيدي اعمل عقلك خير لك شنو الكلام هذا يا نانا شبيه؟ كلامي ما عجبكش هذيك كنت الاولى هذيك الاخرى والله والله وشفاو البخاري لا يراها ولا يسكر عليها باب بيت وكان يبوس عينه سبع مره تحبش هك حتى هذا كلام والله سيد دوب على القنطرة ايش خايبها كاميونة سير شيء ايش قولك توك نحكيو في الخدمة ايش قريت وفي خدمت من علاش كان العالي قلت لك اللي انا خريج المدرسه العليا للسياحه في باريس وخدمت مده في الاكسلسيور ثم تو قربت الخمس سنين شادد مدير في اوتيل صغير اها ايه هذه مش حاجه كبيره انا عندي ثقه في علي حكيت لي عليك وضمنت فيك وهذا يكفيني وزيد توفات ان توضح لك الخدمه وتفسر لك دولاب الوتير وان شاء الله بالجمعه الجايه عاد نبداو مع بعض سلغول انا شاكر فضلك برشا وفضل المدام لعليا وان شاء الله نكون في المستوى المرغوب ان شاء الله سلغول كما ترشمينا انا باش نمشي نرقد غدوه نخدم بكري صباح الخير صباح الخير انا زاد سامحوني لازم نعمل طلع على الوتيل مدموزيل اذا كان تحب نشيعك في ثنيتي فماش مشكله بارك الله فيك اما انا راني نخدم هوني ونسكن هوني في الوتيل عندي بنجلو نجم نتوانسو نشيعك حتى البنجلو تفضل صباح الخير صباح الخير صباح الخير عندك ما تقول ساعة عالية قالت لي ما ثمش واحد لسانه داير برقبته مع النساء كيفك انت ساكت على خاطري اذا كان نتكلم ما تمنيش علاش على خاطر ملي ريتك ملي ريتني حبيتني شفاها ما تضحك هذي وقلت حقيقة هذه المرأة اللي تليق بي
يكفي هاني سرشيد. أما الكلام اللي قالته لي عليا ما هوش غلط بالكل. على كل حال بارك الله فيك، تصبح على خير. تصبح على خير. نانا أي بر دمك ولا عن الشيطان. الله يعين عليك يا شيطان. أي لا هيا أنا وحدها نحبك توا تفسر لي علاش ما تحب السي صالح. أنت بيتك كنت دائما تشكر فيه. ما عندي ما نقول في ولد الناس. اسمعي نجيب ولادي راهي كل أم ماذا بيها تعرف لبنيتها وتهنى عليها. تبقى نسيب لي باش تاخذوا. ينبك تعرف لي مش وعده باش تاخذوا. عنده عائلة وعنده دايرة وعنده حبيبه وعنده ناس ومريم. صحيح كلامك صحيح كلامك صحيح. باهي هذا يا خو زوفري عايق فار حبس. خو الآخر هبطوه من فرنسا مطرد يدرى شنيا العملة اللي عملها وشنيا غلبته. انت وحتى صالح بيده انت مو كان يخدم لبس عليك مو طردوه هك العام زاد هو قاعد يتيتح من خدمة لخدمة. ها اخذت له حياتاش قالوا لي ولا يخدم سيرح بالعليلش. عاد انا هالعله اللي فتحت على قلبي قلب بنتي ترى قول لي يا نانا بالله قل لي قداش بتقعد تتشرط واللي يجي اخته كترجعه. انت الطفله راهي كبرت وتصبات وزيد على هذا ما تعرفش تقرا وبنت دار. واحنا احنا شنو احنا؟ احنا عائله بسيطه متواضعه مع ان كان هالدار خلاها لنا الوالد الله يرحمه. تقول شكون تحب وجي يخطبك فيها؟ ولد البي ولا ولد لاغا؟ اسمع انا جيب ولدي هذه هذا كبرت وتصبيت وانا باقي نتشرط ما نحبش نعطيها. ماهيش صحيحه كل شيء هو بالمكتوب. سمعت مشي معناها قعدت تلقاها وما خذيتش تقوم تاخذ الخصبه الاولانيه اللي قدامها. ليه يا سيدي ولف لا سمعتني ناس بكري قالوا والله يرحمهم مخزن مغلوق ولا كريم شومه. تو كل هدره زايده اللي تقول فيه الكل زين. مادام سي صالح عاقل ورجال ويهني ومدواهم متفاهمين ومتراضين ويحبوا بعضهم احنا اش تحبنا نعمل؟ تبلاي قول لي انا تما خير تاخذ واحد كيما صالح يهني كيما كنت نحكي لك ولا تجيب لك واحد زوفري حبته على خاطر شعره بالقومينه وزعيم في شتيح السمارف ولا الراب ولا شي يقولوا له. يا نجيب ولدي يرحمهم ناس بكري. بكري كان البوك في حمل عينيه ويقول ليه معناها ليه وفيع الكلام. فهمتني؟ فهمتك. اما وين هو الله يرحمه وينعمه في عظيمتي تقوم قامه وتحمل عينيك فيها وتحرر يدك تخرط فيها علي انا يا سيدي. فهمتني؟ لا يا نانا والله لا حتى انا اخوها الكبير ونحبها ونعزها زادا. اسمع كلام يا نانا هذا سي صالح نعرفه من اللي احنا صغار راجل وسيد الرجال وانا مزمون لك فيه. لا تحبش اشنو رايك انا؟ يا ربي ان شاء الله توافق. مبروك.